وبالفعل فإن أتباع هذه الطائفة لم يهاجموا لأنهم يعتقدون عقيدة فاسدة. نحن لا نقيم محاكم تفتيش حيالهم، ولكن عيب في جزائر 2016 أن يفكر بعض الجزائريين بأن لهم الحق في أن يقيموا جمعة خارج المنظومة النظامية، خارج المنظومة الوطنية، وخارج منظومة المرجعية الدينية الوطنية. إذا كان هذا يسمح فمن باب أولى أن نسمح للشذاذ وأن نسمح لأصحاب حملة الأفكار المتطرفة أن ينظموا أنفسهم في تجمعات كهذه. نحن كوزارة شؤون دينية ووقاف نقف طرفا مدنيا ضد أي جمعة لا تقام باسم ولي أمر المسلمين، لا تقام باسم الجزائر، وهذه جمعة لم تقم باسم الجزائر ولكن أقيمت باسم ولاءات خارج الوطن وتخدم أجندات خارج الوطن.